بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية بقول الحمد لله على الفوز النهاردة، ويمكن بأكد ان المرحلة الحالية طبعا عندنا زي ما قلت قبل كده في ثوابت بالنسبة لأهداف الفريق، اللي هي طبعا الفوز في نفس الوقت طريقة الأداء بتغيير حتى الأفراد، يمكن في متغيرات طبعا بنغير بعض الأفراد لإعطاء الفرصة لبعض الناس اللي ما كانتش بتشارك، وفي نفس الوقت مريح بعض اللعيبة اللي يمكن اللي لعبت على مدار موسمين بشكل متلاحم، لأن لسه طبعا الموسم فيه أهداف مهمة جدا إن شاء الله نكون موفقين فيها. كأس مصر لسه، وبعدين إن شاء الله وعندنا مباراتين في دوري المجموعات، أكيد الأهداف دي كلها فيه أهداف بتبقى ثابتة وأهداف متغيرة بنشتغل عليها، لكن اللي بيساعدني طبعا التزام اللعيبه ورغبه اللعيبه، لان يمكن الحمد لله كنا موفقين السنه دي ان احنا نحسم الدوري بشكل مبكر، لكن اما بيكون في برضو ثبات في اصرار اللعيبه على الفوز وعلى الاداء والتنفيذ مع تغيير بعض الافراد، طبعا دي بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي ان هي بتتحقق كمان في خلال ادائنا في المباريات. فالحمد لله، ومباراه النهارده طبعا واضح فيها الكلام دوت، يمكن مباراة طلعت 1-0، في فرص كتيرة جدا طبعا ضايعة، في أهداف كتيرة ضايعة مننا النهاردة، لكن اتحقق الهدف وبشكر اللعيبة برضو. بنبتدي نبص للمرحلة اللي جاية، لسه طبعا عندنا مباراة دوري وعندنا مباراتين في الدوري، عندنا بتروجيت والزمالك، وبعدين نخش على كأس مصر، فبنبتدي نحضر نفسنا إن شاء الله المرحلة الجاية إن شاء الله. اتفضلوا. ربنا يسهل. طبعا هو في اهداف ان شاء الله برضو، بجانب يمكن انا نسيت ان انا اتطرق ليها، في اهداف طبعا برضو بنحاول نحققها، زي ما انت بتقول عدد النقاط بنحاول ان شاء الله برضو بنحاول نحققه، وعدد الاهداف بنحاول نحققه، فان شاء الله زي ما انا قلت يعني اكيد بيبقى حاجه بتنسب يعني لينا في الفتره الحاليه للجهاز اللي موجود، للجهاز الفني الاداري واللعيبه اللي موجوده. الكلام ده يمكن انا تطرقت فيه مع اللعيبه قبل كده، واللعيبه برضه عندها رغبه في تحقيق هذه الاهداف، يا رب ان شاء الله نكون موفقين باذن الله ان شاء الله. اتفضل. لو سمحت، من خلال المباراه نفسها، حد يسال من خلال المباراه. اتفضل. كويس، او اول مره لا حد يقف يدافع عليا كده ومعايا. كويس، تمام كده، تمام. المجموعة هيشوف الكابتن حسام ده، ويشوف الجوان التكتيكيه، هيشوف تحرك اللاعبين وكيف بيلعبوا ازاي، ويشوف تدرج النادي الاهلي في خط الدفاع ازاي. النادي الاهلي مش عنده تدرج في النادي الاهلي وبس، النادي الاهلي عنده تدرج في الشكل الدفاعي. شوف النادي الاهلي بيضغط باثنين لعيبه في ملعب الخصم، لما بتنقل الهجمه من قلب الملعب، النادي الاهلي بيضغط بثلاث اربع لاعبين، امر ده احنا كنا مفتقدينه. ولازم نقول لكابتن حسام الدغري، كتر خيرك، انت مدرب محترم، وحسام الدغري لازم ياخد حقه يا ابني. بشكرك لازم اقول طبعا يمكن اللي انت بتقوله ده كلام يعني فعلا فني ودقيق ومهم جدا، وانا بستمتع اسمع الكلام انت بتقوله، لان انا طبعا انا بقول ان فعلا احنا بننفذ الكلام ده، وحاسين ان احنا ننفذ الكلام ده، لكن لازم اشكر اللعيبه
اللعيبه فعلا لو قارنت لعيبه النادي الاهلي الموسم اللي فات الموسم ده في تطور كبير جدا في اشياء كتيره جدا حصلت، النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه واللعب الجماعي والمجموعات اللي موجوده في الملعب، يعني احنا بنصر على الشغل ده، المجموعات على الاطراف ومن قلب والتحضير من تحت، التحضير من تحت كمان مهم جدا ان احنا نتطرق ليه. فانا اذا كنت بقول ان الكلام ده حصل فيه تطور بقول طبعا الفضل برضو بيرجع للعيبه، لان اللعيبه الحمد لله هي اللي بتستوعب وهي اللي بتنفذ، لكن بقول ان برغم كل ده برضو ان شاء الله لسه في حاجات باذن الله ان شاء الله نتطور فيها اكثر، لكن بشكرك على النقط المهمه اللي انت تطرقت ليها دي.